Iya, masya Allah, masya Allah. Masjid Darussalam, Masjid Darussalam. Oke, okay. Oke, Pak. Puasa, Pak. Alhamdulillah. Dekat sekolah Fajar Hidayah, teman-teman. Kalau ada sekolah Fajar Hidayah, kota wisata dekat nih. Kota wisata dekat nih. Masjid Darussalam dekat dengan ini sekolah Fajar Hidayah. Patokannya itu aja. Kalau teman-teman mau ke sini ke Masjid Darussalam, patokannya sekolah Fajar Hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. KTJ Spot sudah menanti. Kita parkirnya di sini, teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, parkirnya masya Allah. Banyak nih peserta itikafnya. Masya Allah, sambil sana-sana tuh. Masya Allah. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في
أوطاننا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. نشكرك اللهم على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. نشكرك أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيها الظالمين والمسلمين من عتقائك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيكتب له عظيم المثوبة والأجر، ويمحى عنه كل ذنب وعذر. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم اجعلها عشر نصر للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا، حلت بأمتنا الرزايا، وأصيبت بالمحن والبلايا، فاللهم اكشفها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله